مرحبا، صباح الخير. هذا في زامي هو ومرته رايحين على حديقة الحيوانات، قام شافت القرود عم يحنحنوا على بعض، عم يلعبوا مع بعض، عم يضموا بعض، عم يشموا بعض، عم يبوسوا بعض، عم يلعبوا مع بعض. قلت له شفت الحب شلون؟ شفت شلون؟ بتعرف النسوان ما فيهم غير ما يستغلوا كل فرصة ليخوزوا بالزلمة معهم بأحلى مشوار. ماما الزلمة بلعبري وقال لها ايه كمي حيوانات بتحب بعضها مثل بني آدمين. قلت له لا، راحوا على قفص الأسود. بعديها قام شو شافت بقفص الأسود؟ شافت الأسد واللبوي متزعلين متخانين. قلت له شو نفعته قوته؟ ملك الغابي قال شايف حاله. شو شاف؟ شو نفعته شفت الحال؟ هذه معيشة بتعاسي كآبة ما أنا طايقة حالها. شوف كيف القرود كانوا، وليك الأسد كيف مستوحد. قام قال له طيب طولي بالك يا بنت الحلال، بجوز في بيناتهم ظرف. قلت له لا ما في ظرف، ما هو مكتوب مبين من عنوانه. قال له طيب روحي جربي اضربي حجرة واحدة على جبلية القرود على القردة، اضربي حجرة واحدة وشوفي جوزة القردة اللي عم يدللها شلون بده يتصرف. لا تعرفي هي القصص شلون بتصير، اضربي حجرة واحدة بس. قام هي راحت على قفص القرود وضربت حجر، فزعت القردة راحت لعند القرد. قام القرد الذكر شو ساوى يا حزركن؟ هذا البطل اللي كان عم يدللها ومعبيها رومانسية، شو ساوى يا حزركن؟ فورا شمع الخيط وهرب. يا فكيك رجلي دقوا بقفا، ركاد هرب. لما شاف في حجار ما عاد يعرف يروح يمين ولا يروح يسار. قال شفتي تفرجي على الرومانسي تبعك، شوفي ملك الرومانسي اللي انت كنت بدك اياه، هاي وقت المواقف الصعبه. طب روحي اعملي نفس الشيء هلا بعد ما شفت القرد هربان على اللبوي تبع الاسد، جربي روحي اضربي حجره. قلت له عن جد عم تحكي؟ قال ايه. قلت له بركي اكلون؟ قال روحي. راحت كمان لقيته عم يتخانقوا بعض، بعدهم عم يتناقشوا. هذاك عم يقول لها بنت الحلال هدي، هي عم تقول لا ما هدي. قامت ضربت عليها حجر، ما قالت اللبوي اه، يا دوب قالت اه. ها والاسد شاف الحجر جاي عليها وقوم المطارح، خرب حديقه الحيوانات، دمر الكوكب كرمال مين؟ كرمال لبوته، خربت الكون. قام هي رعبت، قام قال شفتي يا عيني؟ شفتي هي قصه مو بالزحوكي مو بالرومانسي، شوفي كيف اللبوي راحت تلحوس الاسد لانه عرفت انه اسدها، عرفت انه سندها، عرفت انه هو بظهرها، عرفت انه هذا هو الامان تبعها، عرفت هذا هو اللي بيحميها. صح ما في دلال رومانسي وفي تقل ووقار وهيك، لكن وقت الجد ما حدا بيقدر يأذيها وهو موجود. وهيك لما شافت الاسد واللبوي كيف تصالحوا وصار هذا الصلح احلى بكثير من دلال الزعبره والزحوكي، قالت له فعلا يا ابن عمي يا تاج راسي تشكل قاسي ان شاء الله. هاي القصه هيك بدون مناسبه حبيت اتفلسف عليكم. يسعد صباحكم، نهاركم سعيد.